بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عزیز طلبہ و طالبات، قرأت مقابلے کی یہ تیسری مجلس ہے الحمدللہ. آج آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 تک آپ کا آپس میں مقابلہ ہوگا. تو چلیے، منتہا عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم أمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مهم اشتياق جلدی سے. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم أمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله. كلاس كيجي شاباش كلي. چلیے نیکسٹ آیت حمید. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم أمي فهم لا يرجون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. شاباش. كلاس كيجي اسكليبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله، كلاس كيس كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. شباش كلابس. جو بڑے بچے ہیں ذہن میں رکھیں گے کون بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله، كلابس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجون. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم
من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بہت اچھے کلاس کا زور سے شاباش کریں. عائشہ خورشید خوش کر دیا ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. شاباش کلاس کی جس کے لیے. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيه آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله پڑھا تو صحیح ہے مگر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے اس کو بھی. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله كلابس. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله كلاس کی جس کے لیے بھی. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. شاباش كلابس كيجيسكلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمة لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله كلاس كيس كريم. زاهق حازق فيروز. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. شباب
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. كلابس كيجي غنا پراپر نہیں ہو رہا ہے غنا پراپر نہیں ہو رہا ہے جلدی شبش حجی. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماء حذر الموت والله محيط بالكافرين. شاباش كلاس كيس كلي عابد زهورا جي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله كلابس كيجي بوزوز بعد عمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله كلاس كيسكي. دیکھیے بچوں، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، سننا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اتنی محنت کرتے ہیں پھر اس کا کچھ پھل نہ ملے تو پھر دکھ ہوتا ہے بندے کو. کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن میں نے آپ کو اس کی پریکٹس نہیں کروائی. ہر دن پریکٹس کروا رہا تھا میں، مگر افسوس پھر بھی کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے پروگرس نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی